السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الموجز الأخباري لهذا اليوم. مجلس الوزراء يحدد أوقات الدوام الرسمي في بغداد. اقتصادي، دخول التجار الكرد لمنصة بيع الدولار ساهم بخفض سعر الصرف. إصابات بمشاجرة مسلحة بين مواطن وحماية نائب في البرلمان ببغداد. مواقع التواصل تناقلت التصريح، هل قال محافظ البصرة بأن الكويت محافظة عراقية؟ النزاهة تعلن التوصل للرقم النهائي لمبلغ سرقة القرن. عمان توضح حقيقة تخصيص 4000 تذكرة للجمهور العراقي، كل التقدير للعراقيين. ولكن تمهيدا لتصفيات كأس آسيا، شباب العراق بمعسكر تدريبي في الصين. اليوم المنتخب العراقي يواجه الوعب القطري في الدوحة. إليكم تفاصيل الأخبار. حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم السبت 31 آب 2024 أوقات الدوام للمؤسسات الرسمية في بغداد. وذكرت الأمانة في بيان أن مجلس الوزراء حدد أوقات الدوام للمؤسسات الرسمية في العاصمة بغداد، حيث تم اعتماد توقيتات بدء ساعات الدوام الرسمي وانتهائه في مقر الوزارات ومقرات تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد. وأضافت أن الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات الخارجية والتخطيط والزراعة والموارد المائية والبيئة والهجرة والمهجرين والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة والصناعة والمعادن والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وأمانة بغداد وسلطة الطيران المدني، يبدأ الساعة 7 صباحا وينتهي الساعة 2 ظهرا. وتابعت أن الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ووزارات الداخلية والدفاع والصحة والمالية والكهرباء والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة، يبدأ الساعة 8 صباحا بحسب الواجبات المكلفة بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية، وينتهي في الساعة 3 عصرا. وبينت أن الدوام الرسمي لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي والنقل والتجارة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والنفط وديواني الوقف الشيعي والسني ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين والهيئة العليا للحج والعمرة ومجلس الدولة وبقية الجهات غير المرتبطة بوزارة غير المذكورة، يبدأ الساعة 9 صباحا وينتهي في الساعة 4 عصرا. رأى الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي اليوم السبت 31 آب 2024 إن التجار الكرد استفادوا من منصة بيع الدولار الرسمية للحكومة العراقية وساهموا بخفض سعر الصرف. وقال السعدي إن هناك دخول للتجار من أقليم كردستان إلى منصة بيع الدولار الرسمية، وهؤلاء التجار استفادوا من الحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي بدلا من الشراء من الأسواق الموازية التي تشهد أسعارا أعلى، مبينا إن هذا التدفق للدولار إلى السوق أسهم بشكل كبير في زيادة العرض مما أدى إلى خفض السعر. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على هذا العامل وحده، فالأسواق العراقية تعاني من تقلبات متكررة نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والمضاربون يستغلون أي تغيير من السوق لتحقيق مكاسب سريعة مما يزيد من الفوضى في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الشائعات حول تغييرات محتملة في سعر الصرف دفعت الكثيرين لبيع الدولار بأسعار منخفضة خوفا من انخفاضات مستقبلية مما زاد الضغط على سعر الدولار. أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة 30 آب 2024 بإصابة شخصين أثر مشاجرة بين مواطن وأحد أفراد حماية نائب البرلمان في بغداد. وقال المصدر في حديث إن مشاجرة مسلحة اندلعت بين مواطن وأحد أفراد حماية نائب في البرلمان تولد 1995 بسبب مشادة كلامية فيما بينهم أثناء وليمة ضمن ناحية الرشيد جنوب بغداد. وأضاف أن الحادث أدى إلى إصابة المواطن بإطلاق نار في قدمه اليسرى
وأصابت الشخص الآخر برضوض في جميع أنحاء الجسم. تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خبر مفاده إن محافظ البصرة أسعد العيداني قال إن الكويت محافظة عراقية نعتز بها، وسيأتي يوم تعود إلى حضن العراق، فما حقيقة هذا التصريح؟ وبحسب مواقع مختصة بكشف التزييف الإلكتروني، فإن الادعاء المتداول المنسوب لمحافظ البصرة أسعد العيداني بشأن عودة الكويت إلى حضن العراق غير صحيح، حيث لم تقم أي من وسائل الإعلام المحلية بتداول مثل هكذا خبر. أعلن رئيس هيئة النزال الاتحادية القاضي حيدر حنون اليوم السبت التوصل إلى الرقم النهائي عن مبلغ الأمانات الضريبية المسروقة، وذلك بعد أن تضاربت الأرقام بين 3.5 إلى 10 مليون دينار. وقال حنون في حديث خاص به السومرية إنه بجهود وزيرة المالية والمدير العام للضرائب تم إنجاز تدقيق الأمانات الضريبية المسروقة وأعطائنا الرقم النهائي، وكذلك أعطاء الحسابات النهائية للأمانات، وكذلك التقرير الذي قدمه ديوان الرقابة المالية. وأكد أنه لن يعلن الرقم النهائي الآن، حيث سيتم عقد مؤتمر مشترك قريبا مع جميع الجهات للإعلان عن المبالغ المسروقة والمبالغ المطلوب استردادها من قبل السارقين إلى الدولة. نفى الاتحاد العماني لكرة القدم يوم الجمعة 30 آب 2024 صحة المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عراقية حول تخصيص 4000 تذكرة للجماهير العراقية. وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العماني يونس الغافري في حديث إن الاتحاد العماني لكرة القدم ليس لديه نية فتح الباب على مصراعيه لدخول الجماهير العراقية إلى مسقط في مباراة المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الوطني العماني، مبينا أن الجماهير العراقية ستلقى كل التقدير في مباراتهم مع الأحمر بمسقط، لكن دخول الجماهير سيكون وفق النسبة التي يحددها القانون. غادر وفد منتخب الشباب لكرة القدم دون 20 عاما اليوم السبت 31 آب أغسطس 2024 إلى الصين للدخول في معسكر تدريبي يسبق مشاركته في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لنهائيات البطولة. ويضم وفد منتخب الشباب الملاك التدريبي واللاعبين الذين تم اختيارهم للمعسكر ثم التصفيات التي ستجرى في تايلاند في الثلث الأخير من الشهر المقبل، بحسب ما ورد في بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي ورد للسومرية نيوز. تجدر الإشارة لأن منتخب شباب العراق وبعد مشاركته في بطولة غرب آسيا للشباب لكرة القدم دون 19 عاما الديار العربية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية سيخوض تصفيات آسيا في تايلاند الفترة من 21 ولغاية 29 من شهر سبتمبر أيلول المقبل، إذ أوقعته القرعة إلى جانب منتخبات تايلاند والفلبين وبروناي دار السلام. يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم بقيادة الأسباني خيسوس كاساس اليوم السبت 31 آب أغسطس 2024 مباراة ودية مغلقة ضد نادي الوعب القطري تحضيرا لانطلاق الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. والمباراة الودية ضد نادي الوعب القطري ستكون التغيرات مفتوحة في هذه المواجهة بواقع 3 توقفات بناء على طلب كاساس، كما سيكون اللقاء مغلقا أمام الحضور الجماهير ووسائل الإعلام بحسب ما ورد في بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم. ولم يعلن الاتحاد العراقي توقيت المباراة المغلقة، لكن بحسب معلومات متداولة أطلعت عليها السومرية نيوز فإن موعد المباراة هو 6 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد.